حيلة للفرار من لقاح كورونا لجأ إليها رجل إيطالي مسن بغية الحصول على شهادة التطعيم، وذلك عبر محاولته تلقي اللقاح على طرف اصطناعي بدلاً من ذراعه الطبيعية. حيلة حلوة، يا ريت نعملها على البي سي آر الحيلة. هذا الرجل توجه إلى مركز التلقيح في مدينة إيطالية، حاول خداع الممرضة التي اكتشفت على الفور هذه الحيلة رغم جودة الطرف العالية من لون وملمس الطرف الصناعي، لتقوده ذراعه هذه إلى القضاء حيث يواجه عقاباً على فعلته. هذا وتفرض إيطاليا ابتداء من الاثنين شهادة صحية خاصة تسمح للحاصلين على اللقاح بدخول صالات السينما والمسارح والمطاعم. بده شهادة.